مشاهدينا مرة تانية وشيخ أحمد، كنا بنتكلم على ثواب إدخال الفرحة والسرور على قلوب الغير. سبحان الله، وإحنا مش محضرين الكلام ده خالص يعني. بس أنا يعني استوقفني كلمة هذا الرجل، هي كلمة صادقة ومعبرة صراحة. اللي بيدخل السرور أو دعاء على قلوب الإنسان دول أصحاب المروءات. ده راجل عنده مروءة وعنده شهامة، وراجل كده بيقولوا بالبلد راجل جدع يعني، وباللغة بقى عندنا اللي هو اللغة الدين، إن هذا الرجل ربما يكون فرج كربة عن أخيه من كرب أخيه، أو أدخل السرور، أو بس بيقابله ليسره. أنت عارف إن في حديث كده اللي هو واحد بس يشوف أخوه بس عشان بس يقول له كلمة طيبة فيدخل السرور، فما بالك بقى بمن يسعد إنسان بصدقة. هضرب لك مثال. راح جاي راجل للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعدين الراجل جعان جدا عاوز ياكل وبتاع، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى كل ابياته صلى الله عليه وسلم، الى كل بيوتي صلى الله عليه وسلم، الى عائشه والى سوده والى كذا والى كذا والى صفيه والى زينب والى جويريه، هل عندكم من طعام؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما عندنا الا ايه؟ الا ماء. والله ده احنا ما عندناش حتى يعني ما عندناش ميه. ايه الميه يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخلص البيت ده يروح يقول له طب روح للبيت الثاني، روح للبيت الثاني، ما عندناش الا الماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي يسيبه؟ لا مش هيسيبه. فاذ به يقول لاصحابه طيب من يضيف الرجل الليله؟ فقام رجل من الانصار، هو بس القضيه ايه؟ ما فكرش للحظات يا استاذه اللي هو انا معايا في جيبي ايه؟ هل هاشتري ايه؟ طب هو في بيتي في طعام ولا ما فيش؟ ما هو ما مش عايز اتكسف. ها؟ هقول لك حاجه وهرجع للقصه تاني. كنت مره في يوم في مرات وبقول اتصل بزوجتي فبقول لها احنا جايين انا ومعايا فلان وحضري، فبتقول لي احمد انت ما قلتليش ليه قبليها عشان احضر يعني دلوقتي صعب جدا، طب قول لي اعمل ايه بسريعا. قلت لها اللي عندك، ما تكلفيش نفسك فوق الطاقه. وبعد كده لما رحت فبقول لها انت ليه قلت الكلام ده؟ قالت لي ما هو ما ينفعش اقدم حاجه اللي موجوده دي بس. قلت لها شوفي انا ما حدش يكلفني فوق طاقتي وانا مش همنع الموجود. قالت لي ازاي؟ قلت لها لان منع الموجود سوء ظن بالمعبود. منع الموجود سوء ظن ايه؟ بالمعبود. انا لما اروح عند حد وجعان جدا وهقول له هات لي افتح اي حاجه يجيب لي بس حته جبنه، دي احلى طعام انا اكلته، يكفي انه اشبع بطني وانه ادخل السرور على قلبي. قلت له ده مهم جدا، مش عايز اكتر من كده خالص. اللي موجود وهو ده اللي موجود، عشان كده طلق ابن حبيب كان يقول كده منع الموجود سوء ظن بالمعبود. صح. احيانا يمنع الموجود عشان خايف ان هو يقول هتكسف، فبلاش خالص. فبلاش خالص، لا غلط. فشوف الشيطان راح فين وده فين اللي هو بلاش خالص. انا كذلك اه هطلع صدقه بقى، انا شايف فلان بيطلع بالألفين والثلاثة وانا هديله 10 جنيه، شوف الشيطان فيمنع فيقول له لا، ده احيانا العشرة جنيه تسبق الايه؟ الالف والالفين. مش رب درهم سبق ايه؟ الف درهم. ازاي؟ واحد معاه درهمين اتنين تصدق بالنصف، يبقى تصدق بكام؟ بنص ماله. والتاني معاه مئة الف فتصدق بالالف، يبقى تصدق بالايه؟ بالعشر بس. يبقى مين اللي اكتر؟ الذي تصدق بنصف ماله. أيوة. سبحان الله. فالراجل ده قاعد كده وبتاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبص للصحابه مين هيضيف الراجل ده الليله، فقام الراجل وصلى على طول على الفور، ما بفكرش يا استاذه لان هو محتاج الثواب. وعلى فكره النبي ما قالش ايه؟ ما قالش الثواب المترتب على ضيافه هذا الرجل، يعني ما قالوش اللي هيضيف الراجل ده هياخد ثواب كذا وكذا، كان على طول من غير ما افكر هيقول له انا وخلاص. لكن هو من يضيف بس. قضيه الادخال في حد ذاتها دي مروءه، واحنا اصحاب المروءات. قال له انا رسول الله. خد الراجل معاه وراح، عندك اكل ايه؟ هو ما يعرفش، بيقول لمراته عندك اكل ايه؟ ما عندهاش حاجه، طعام الاولاد. طب لهيهم اعملي اي حاجه. تخيلي يقعدوا يلهوا الاولاد يا استاذه دعاء، وبعدين تعمل اكنها كده بتطبخ وبتاكل غتم من الاولاد يناموا، وبعدين هم قاعدين ويحطوا الاكل كده على الطبليه وقاعدين، ويقول لها اطفئي السراج. ليه؟ عشان ما نخليهوش يشوفنا واحنا بناكل، يعني احنا مش هناكل، هنعمل نفسنا اللي احنا بناكل. حتى شبع الرجل وهم ما كلوش، بس دي مروءه، مثلوا ان هم بياكلوا. بس لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم الفجر نزلت الايه، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فالنبي بيبشره فبيقول له انت شعرفك باللي حصل ده؟ هو القران نزل. فقال لقد عجب، عارفه عجب الله من صنيعكم الليله. حاجه جميله يا بختهم. طيب ناخد تليفون ام عبد الرحمن.